كابتن ربيع ياسين امبارح، كابتن ربيع ياسين امبارح يعني تقدم باستقالته. النهارده هنشوف هل الكابتن ربيع ياسين تقدم باستقاله مكتوبه للاتحاد المصري لكره القدم ولا عبر البيان بس. ده اللي هنشوفه مع يعني ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط. يا استاذ احمد تحياتي ليك. يا كابتن اسامه ازي حضرتك، ومبسوط جدا ان انا يعني دي اول مداخله بتجمعني بحضرتك واتكلم معاك، دي حاجه تشرفني يعني. ربنا يخليك يا استاذ احمد. طبعا انت تابعت معانا زي المصريين كلهم مشكله منتخب مصر للشباب. امبارح الكابتن ربيع ياسين تقدم باستقالته، هل تقديم الكابتن ربيع ياسين الاستقاله تقدم بها باستقاله مكتوبه للاتحاد المصري ولا ايه الاخبار؟ طيب خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسامه عشان نحط النقط على الحروف قدام الناس اللي بيتفرجوا علينا، انه الكابتن ربيع ياسين تعامل بمبدا اللي هو ايه، اتغدى بيهم قبل ما اتعشوا بيا، لانه كان قرار اقاله الكابتن ربيع ياسين هيطلع النهارده في الاجتماع اللي حصل. فالكابتن ربيع ياسين اعلن في بيان رسمي امبارح استقاله، لانه هو عارف ان هو كان هيتم اقالته وهيتم تسريح بقى الجهاز الفني، ولكن الابقاء على بعض اللاعبين. اللي سمعت حضرتك في الكلام اللي انت شرحته او سردته انه الكابتن ربيع ياسين في البعض بيحاول يحمله المسؤوليه، وان كان ده هذا يعني ده في شيء من الصحه وشيء حقيقي، ولكن الموضوع ده تم في عهد اللجنه الخماسيه مش في عهد اللجنه الثلاثيه، لانه كان في ازمات كبيره جدا بين الكابتن ربيع ياسين واللجنه الخماسيه، وده تم عرضه وسرده في وجود وزير الشباب والرياضه. وكمان اللجنه الخماسيه اتضايقت جدا ان الكابتن ربيع اشتكى لوزير الشباب والرياضه من قله الدعم او قله المعاونه ليه، كان عايز يلعب ماتشين وديين في السعوديه ما تمش، كان عايز يسافر بره بدري ما تمش، امور كتير ما تمتش للكابتن ربيع ياسين، كانت كل مواجهاته مع كل ناس كلها فرق محترمه، لكن كان بيلعب مع الاميريه وبيلعب فكانت اماء يعني فرق ما ينفعش انت تعد منتخب شباب لبطوله شمال افريقيا بالطريقه اللي هي انت محتاج فرق احتكاكات قويه، محتاج فرق لعيبه في نفس المستوى بحيث ان انت تستفاد. فده اللي كان مؤثر على منتخب الشباب وعلى الكابتن ربيع ياسين. الكابتن ربيع ياسين خلاص هو مشي رسمي من اتحاد الكوره، وافقوا خلاص على الاستقاله يا استاذ احمد؟ هو خلاص بغض النظر عن الموافقه، هو هيتم اصدار قرار في الاجتماع اللي جاي، هم ما طلعوش في اجتماع النهارده، ولكن هو كانوا عندهم نيه تسريح الجهاز، لكن هم هياجلوها، هيقول لك تم قبول الاستقاله وتعيين الاجهزه الفنيه الجديده اللي حضرتك ذكرتها 2003 و2006 يعني في نفس الاجتماع. وده يعني برضه عشان ندي الحق لاصحابه يعني. كابتن ربيع ياسين تعب، الكابتن ربيع ياسين بيلف في كل البلاد وعمل منتخب، اللي هيستلم بعد الكابتن ربيع ياسين هيستلم 50 60 لاعب هم نوال المنتخب ده، لان المنتخب بتاع 2001 ده العدد الفردي، 2001 ده اللي هيلعب اولمبياد 24 بعد منتخب كابتن شوقي غريب، 97 هتسلم 2001 اوتوماتيك. فالامور عشان نحطها في نصابها القانوني، لجنه تقصي الحقائق اللي عاملينها في اتحاد الكوره، وانا ضد نظريه المؤامره اللي الناس بتقولها بره، وانه احنا تعرضنا للظلم في تونس نتيجه المسحه اللي تمت في مصر هنا فيها 17 لعيب والمدير الفني برضه هي، لكن انه اداره الملف هناك واعتقد من الدكتور جمال محمد علي تم ادارتها بشكل خاطئ جدا. عدم سفر كابتن عادل محفوظ برضو اثر جدا على البعثه كلها والترتيبات كلها الخاصه بالبعثه. اعتقد ان الكل مخطئ في الموضوع. كان المنتخب ده انا يعني ما زلت مصمم على رايي ان هو كان تصفيه حسابات صراعات ما بين اللجنه الخماسيه وما بين شكوى الكابتن ربيع ياسين لوزير الشباب والرياضه. يا استاذ احمد، وانت بتابع طبعا لاتحاد الكوره ومتخصص في شؤون اتحاد الكوره، فاكر المنتخب الاول لما سافر معاه كام واحد كان رئيس بعثه او مرافق للبعثه من الاتحاد المصري؟ ده حقيقي، وهو الدكتور جمال محمد علي برضه، الدكتور جمال محمد علي ما سافرش بس عشان هو رئيس بعثه، الدكتور جمال محمد علي عضو في اتحاد شمال افريقيا، فكان ده شغل بالنسبه له لازم يبقى موجود هناك حتى لو منتخب مصر مش موجود، فكان بالتالي هو هيبقى موجود هناك. برضه الدكتور محمد ابو العلا سافر هو مساعد ليه بعد ما الاصابات حصلت، طب ما كان سافر من الاول، لو احنا بقى ما احنا لو مخططين صح فهو كان تخطيط سيء. فده كله اثر على جيل جديد من اللعيبه، اللعيبه كلها طبعا انا بتواصل مع معظمهم وعارف ان هم متضايقين وزعلانين، لكن خلاص اللي حصل حصل، نتيجه التحقيقات هتطلع ولا هنلاقي في جو مؤامره ولا بالعكس هنلاقي التقصير من عندنا احنا. وفي نفس الوقت اللي حصل حصل، لازم نبص للي جاي ونخطط كويس لان احنا ما بنتعلمش من اخطائنا بسرعه يعني. طيب وانت بتتكلم دلوقتي قلت لي من ضمن قرارات اتحاد الكوره ارجاء تشكيل منتخب 2003 و2006 للجلسه القادمه، ده من قرارات اتحاد او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكره المصري كره القدم. هل النهارده اللجنه دي زي ما يقال انها جايه شهرين ثلاثه للانتخابات بعد كده، هل النهارده من الاولى انها تشكل لجان وتبحث السير الذاتيه،
ولا تستنى النهارده بعد عقد انتخابات اتحاد مصر لكره القدم والمجلس اللي جاي هو اللي يشكل الاجهزه دي عشان هو اللي يقدر يحاسبهم. بص يا كابتن اسامه باللغه يعني انا باللغه العاميه بتاعتنا عادتك ولا هتشتريها انت عميد ثروت سويلم عين لجنه حكام وعين لجنه مسابقات جت اللجنه الخماسيه اقالت الكل ومشت الكل وراحت معينه لجان جديده جت اللجنه الثلاثيه هتعين الاجهزه الفنيه اللي هيجي لو هو على هوا اللجنه الثلاثيه وبينهم وفاق الاجهزه دي مكمله لو في خلاف خلاص اللي بيجي بيغربل اللي قبليه. طب ازاي يعني النهارده ممكن اجيب جهاز فني بعد ما يشتغل بعد كام شهر اغيره تاني؟ طب ما النهارده من الاولى ان انا استنى النهارده المجلس اللي جاي بعد ما يتم انتخابه هو اللي يشكل هو اللي يحط منتخباته هو يحط الخريطه بتاعت الكره المصريه. ومين قال لك انه اللي جايين مش هيبقوا على تواصل مع اللجنه الثلاثيه؟ يعني كنت عايز اسمع منك دي الاول. يعني ومين قال ان اللي جايين مش على تواصل؟ لا فالموضوع كله يعني بتبقى العمليه مقريه ومفهومه طبعا. لا ما يعني ما حدش يجرؤ يعني ما هو لو اللي جاي مثلا مش عاجبه الناس اللي موجوده بقى لازم النتائج هي اللي تعبر عن نفسها امشيه لكن هو حد ناجح خلاص اسيبه لكن هل من صلاحيات اللجنه الثلاثيه تعين اللجنه الخماسيه هي اللي عينت كابتن حسام البدري اللجنه الخماسيه هي اللي عينت اللجان كلها الخاصه باتحاد الكوره فبالتالي اللجنه الثلاثيه هو رئيس اللجنه الثلاثيه لاداره اتحاد الكوره ولكن المسمى الطبيعي ده رئيس اتحاد الكوره فياخد اي قرارات عاوزها بدليل انه تم ارسال خطابات يعني وانا بقول لحضرتك امبارح للمناطق اللوائح اللي جات لكم بتاعه المسابقات من اللجنه الخماسيه تركنوها على جنب هنبعت لكم لوائح جديده نبدا من الاول وجديد هنبدا على النظافه النهارده مثلا مواعيد القيد اللي بعتها اللجنه الخماسيه لا نركنها وهنغير احنا فدي انا بقول لحضرتك عادتك ولا هتشتريها بص يا كابتن اسامه انا دايما مع مبدا لا اجتهاد مع نص انا طالما في قانون ما حدش هيقدر يغير احنا عندنا كل شويه اللوائح بتتغير بقى بالهوا بالمزاج كل شهر كل سنه كل سنتين ينفع انتخابات بعد سنه ينفع بعد 4 سنين ينفع بعد 6 شهور فهي بتتعدل وبتتكيف حسب الاهواء. طيب عايز ارجع لمنتخب الشباب اخيرا دلوقتي لجنه تقصي الحقائق هل وصلت لنتائج ولا لسه اللجنه ما انعقدتش ولا هو تشكيل اللجنه ده يعني كلام للاعلام بس؟ اللجنه بالعكس بتجتمع وخدت كل الاوراق والمستندات المطلوبه اللي هل احنا موقفنا سليم ولا مش سليم ولكن هي القرار من الاول والاخر اتحكى بالبلد يعني وهو في الاخر هيطلع القرار انه في خطا وفي تقصير واللي هيقول ان احنا سافرنا بدري شويه واللي هيقول ان احنا سافرنا متاخرين لكن هم ما طلعوش تقرير حتى الان اللحظه اللي بكلمك فيها يعني. وخلاص الكابتن ربيع ياسين حلها بتقديم استقالته استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي شكرا جزيلا لك.